مدغاس البوطان دخل في الإصلاح، دخل في صندوق المقص، واش ما يقعش عليه إصلاح؟ خليني نقول لكم أنا فيه ثلاثة إشكالات اليوم، لأنه تركيبة ديال الثمن بقى ديال 95,995 ومازال كنأديو كنخلصوا المقصة كتخلص بناء على الفواتير. ورجعوا للتقرير، رجعوا للتقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات. أنا هذا الشيء اللي جبت قدامي غير قلت إذا سولتوني غادي، ولكن هذا ديال يعني هذيك الساعة راه كان كيتكلم عليه يعني في المنظومة، تكلم عليه سي جبو وواضح باقي لي حد الساعة بالأبفس كيتكلم كيقول أنه أنشئت بنية أسعار بيع غاز البوطان المعبأ التي تم وضعها منذ 1995 على أساس سلسلة إنتاج مكونة في معظمها من مهنيين غير مندمجين يعملون في أجزاء متفرقة من هذه السلسلة الاستيراد والتعبئة والتوزيع، غير أن الوضع يبين أن جلهم أصبح مندمجا بشكل كبير ويعمل في جميع أجزاء سلسلة البوطان المعبأ من الاستيراد إلى التوزيع، ولعل هذه المقارنة تعتبر سلسلة مذكورة مكونة من فاعلين غير مندمجين وكيمشي، وبالتالي تعويضهم على هذا الأساس بالإضافة إلى الأخطار المتعلقة بالفوترة بين شركات منتمية لنفس المجموعة حيث كيبيع راسه نفس المجموعة أو فوترة الشركة نفسها، مما يزيد من أعباء المخصصة بالنظر إلى مراكمة نفس الفاعلين لجميع الهوامش والتعويضات. هذه راه كاينة في الصفحة 31 ديال، ويزيد من حدة الوضعية كون مراقبة تصريحات الشركة البترولية تقتصر على مراجعة الوثائق المدلى بها، مما لا يسمح بتفادي تطبيق الدعم على كميات لم يتم التحقق من صحتها. هذا التقرير ديالها ماشي ديالي. البارح قلت ناضوا شي وحدين، لا لا نتوما راه الاداره، انا ما انا واش كتشكوا في الاداره، انا كنقول لك اللي كاين. هذا قال المجلس الاعلى للحساب، وقبل منه قالوا قالته المفتشيه العامه الماليه، وقالوا حتى يعني الحكومه من خلال المديريه ديال المقاصه اللي خرجت تقرير في هذا الموضوع. فلذلك زعما هذا غاز الوطن كيطرح هذا المشكل، هذا كيطرح مشكل اخر. لا ما نمشيو نتكلموا على شحال، ما كاينش شي واحد البوطه ديالو كتخوى كلها، كاينش دائما كيبقى واحد النسبه تما، ديك النسبه راه مخلصه. ولكن خليني نقول لكم جوج الاشكالات، لانه اليوم هاد شكون اللي كيستافد منها خلت، وفي نفس التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات كيقولوا اللي كيستافدوا من الاسر والعائلات ما كيستافدوش، ما كتعداش الاستفاده ديالو 29%. فلذلك شكون من المستفيد من هاد غاز البوطان؟ وراه معروفين، كاين الفلاحه، كاين يعني المخابيز، كاين قطاعات انتاجيه وفلاحيه. اذا حنا كنقولوا اودي هاد السيده فهاد، تصوروا حنا قلناها البارح ونعاودوها اليوم، تصوروا انه اعطينا جوج بوطات لكل اسره، وعندنا 5 مليون اسره، جوج البوطات 100 درهم 100 درهم، هذا هو الدعم اللي كدير الحكومه. كدير كانت 50 درهم باش كدعم البوطه، دابا كدعم 100 درهم. حنا نديروا جوج بوطات للاسره الواحده، وعندنا 5 مليون اسره. اذا ملي كنضربوا 200 درهم في 5 مليون كنضربوها في 12 شهر كيعطينا 12 مليار ديال الدرهم واقف. ها 12 مليار ديال الدرهم هذه كتعطيها الدوله، تعطيها مباشره للاسر. ها هي عطاتها كاع مباشره، شحال كاين شي طلع من 21 شتو 10 10 سي، هاد ال 10 تمشي لهاد القطاعات، ما كاين مشكل. نمشي للفلاحه اللي هي الناس كديروا الضيعات ديالهم، يعني كيديروا كاميونات باش يدخل المياه باش يسقيو، تعطي واحد النسبه تخرجها 2-3 مليار ديال الدرهم الدعم ديال الطاقه الشمسيه، الدعم بها مباشره، وتجي لهاد القطاعات هادو اللي هما كيستافدوا اليوم من هاد الوضعيه، وتا هما دير لهم واحد الدعم مباشر وكيخرج كلشي رابح وكنسدوا وكنمشي. وهذا هو السيده، هذا هو السيده. وكاين اليوم كاين مشكل صحيح، بعض راه شدوه على هذا الشيء، ولكن اليوم التوزيع ديال البوطه فيه مشكل، لان واحد السيد كيشد واحد الدعم صحيح كيتعطل. هذوك عندنا اليوم لي سونتر اللي كاينين ديال 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 التعبئه ديال الغاز، الحمد لله مغطي المغرب كامل، الدار البيضاء ولا في مراكش ولا في الشمال ولا في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب، عندنا ديال التعبئه. وفي شركات معروفه كاين طبعا هاد الكبير فيهم راه نتوما كتعرفوه اللي عنده ديالو ومشارك مع الاخرين، لكن اليوم هذاك الدعم اللي كيتعطى لانه كيتعطى مع حتى دعم ديال النقل. هاد الدعم ديال النقل نقول لكم راه اليوم كيهدوا هذوك الناس ديال التوزيع، كيهدوا كيقول لك اودي حنا تزادنا 30% في التكلفه ديال النقل. وكيفاش حنا ملي غنجيبوا هاد 30%؟
مني غادي نجيبوها؟ فكاين اللي عنده التكلفة ديال النقل اللي كي في وسط الدار البيضاء، ماشي هي في الرشيدية، ماشي هي في الشرق، على حسب فين كتعبأ. إذا داك المساحة كلها راه كاين فيها تلاعب، وكل شيء عارف هاد الشيء. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.